ده انت فنان محبوب من السعوديه، وده واضح بالنسبه لي من امبارح. كل الانستجرام بقى عندي مسج من الفانز بتوعك عايزين نوصلها لك. بس احنا النهارده بنتكلم معاك عن اغنيه مصريه، خلينا نقول لك الف مبروك عن يا عيون خطافه. الصوت متاخر. ثانك يو حبيبي، الله يبارك فيك. ثانك يو. طيب عايز اعرف منك بقى تفاصيل الاغنيه دي، قول لي مثلا تفاصيل عن الكلمات، الالحان، الانتاج، ايه اللي حصل في الاغنيه؟ هي الاغنيه صراحه اول شيء يعني اغنيه عيون خطافه هي اغنيه مختلفه بالنسبه لي، يعني النوع الشرقي هذا اللي هو المصري الشرقي انا ما قد استوعبته قبل كده. وانبسطت ان انا تعاونت مع عمرو المصري الشاعر وعمرو الشاذلي الملحن صديقي الملحن وتوزيع محمد شفي، وهي انتاج شركتي انا ام اي برودكشنز، وان شاء الله يعني الله يكتب لنا فيها النجاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حلو حلو. محمد قبل ما اسالك السؤال انا ابغاك شوي تتحمس، احسك متوتر على الكاميرا ما اعرف ليش، طلع حماسك، انت في السوشيال ميديا اكثر حماس من كذا. لا بالعكس مبسوط. اوكي طيب، واضح انك تحب تغني باللهجه واضح انك تحب تغني باللهجه المصريه، وخاصه بداياتك انا كنت اشوفك تسوي كوفر حق تامر حسني واحمد سعد وهذه الاشياء من البدايات، ايش السر حبك بالغناء بهاللهجه؟ يعني شوفي احنا مبدئيا كلنا نتفق انه مصر هي عاصمه الفن، يعني اكيد حبيبي ربنا يخليك. اي فنان فينا يعني يحب يكون اي فنان فينا يحب انه يكون يعني من ضمن الفنانين اللي المحبوبين في مصر، صح، وفي الوطن العربي اكيد. بس انا صراحه تاثري في الفن المصري منذ الصغر، يعني انا من محبين الجيل حق الفنان الكبير مصطفى قمر، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، فبسمع لهم من وانا صغير يعني، فمحب لهم واحب الفن المصري بشكل عام، عشان كذا بغني كفرز كنت زمان. حلو. طيب جميل. طيب محمد حابب اعرف مين هم الفنانين اللي اثروا فيك وخلوك تحب تنوع في شغلك؟ شوف صراحه انا لو قلت فنان واحد ظلمت البقيه، يعني كثير فنانين. لا قولهم كلهم، احنا معنا وقت يعني عادي. يعني خد راحتك. يعني لو نبدا بمصطفى قمر، يعني انا افتكر قابلته وانا صغير كان عندي 6 سنوات. فمصطفى قمر من الكثير اللي انا كنت احب اتابعهم واحب اسمع الريجي ستايل كذا اللي بيغنيه بالجيتار، ممكن هذا واحده من الاسباب اللي خلتني اتعلم جيتار يعني. حلو. اما عاد نجي في في في, في الخليج، فطبعا يعني عبد المجيد عبد الله من انا من محبينه اكيد. نايس. محمد احنا سبق وذكرنا هلا كنا عم نحكي قبل ما تبلش تقدم اغنيتك الخاصه، معروف كثير منيح شكلك على السوشيال ميديا انه بتعمل كوفرز، كيف قررت تنتقل للخطوه الثانيه يلي بتشكل صحيح شخصيتك الفنيه الخاصه؟ هي في البدايه بعد ما بدات الشهره في السوشيال ميديا من خلال الاغاني الكوفرز، بدا الجمهور يطالبني انه نبغى اغنيه لك، نبغى اغنيه خاصه فيك، فكان صراحه خطوه كبيره بالنسبه لي لين ما انا يعني كتبت أغنية تعلق فيني ولحنها الفنان حمدان البلوشي وتوزعت من خلال عادل إبراهيم ونزلت الأغنية في 2017 الحمد لله، وحققت نجاح كبير بالنسبة لواحد كان في السوشيال ميديا فقط يعني الحمد لله. الحمد لله. فهي اللي كانت الفارق بالنسبة لي. حلو حلو محمد، وإحنا تعرف أنا خاصة كل ضيف لازم أقول له أعطيني خبر إكسكلوسيف، فودنا تقول لنا خبر حصري لبرنامجنا وما تقصر معانا، يعني اعطيني اقوى شيء عندك. طلع طلع. اي ابغى السر الاقوى. ايوه الضحكه دي في حاجه انت بتفكر اقولها ولا لا؟ يعني شو يصير؟ يعني لا تفشلني الحين انا طلبتك. ايه لا. ايه يلا. عيوني يلا. هو خبرين صراحه، يعني اول شيء انه في عندنا اغنيه كريم اول شيء ثاني عيد وما سمعناهوش، ايه هو؟ طيب اول شيء في عمل جاهز اوريدي اسمه مين زيها. كلمات والحان محمود انور وتوزيع شريف مكاوي، هو نفس التيم اللي احنا عملنا فيه اغنيه اوصفه. فان شاء الله حننزل بعد العيد باذن الله. الخبر الثاني احتمال يكون في دويتو مع فنان عربي. لا 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 قول الفنان بقى، ما في احتمال. انا عندي اسم فنان عربي فيه. قول. لا 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 ما اقدرش بجد، ما تقدرش.